السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا باشمهندسين؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة هنشرح ديزاين السترينجر. المرة اللي فاتت احنا جبنا السترينج اكشن اللي موجودة على السترينجر بتاعنا، جبنا الام ديد وجبنا الام لايف وجبنا الامباكت وجبنا الشير فورس اللي بتكون موجودة على السترينجر بتاعنا. النهاردة بقى احنا هنعمل ديزاين ونشوف الابعاد القمر اللي احنا هنستخدمه للسترينجر ده المفروض تكون قد ايه. مبدئيا كده تبقوا عارفين ان انا السكشن اللي هنشتغل عليه النهارده ده بيكون حل المساله بيج 55 في كتاب الدكتور. هو الاول مساله عندنا جيفن وطلب مننا الاول احنا نعمل لي اوت، واللي اوت محلول في الكتاب، وبعد كده طلب مننا نعمل ديزاين للسترنج. عشان ما تتوهوش معايا برضو، هو الجزء اللي فات اللي احنا شرحناه هتعرفوا تقدروا تجيبوا منه القيم بتاعه المومنت وقيم الشير فورس اللي حسبناها قبل كده، عشان لما نيجي نحل بقى في قلب الورق ده تبقى عارف ان هو جاي منين. هو موجود برضو في الحل اللي موجود في كتاب الدكتور. اول حاجه هو كان طالب مننا، قال لنا ان احنا عندنا اوبن تيمبر فلور للريلوي بوني بريدج. قلت لك ان احنا عندنا الكباري نوعين، في حاجه رودواي بريدج وفي حاجه اسمها ريلوي بريدج. الريلوي بريدج في منه نوعين، في حاجه اسمها بلاستد بريدج وفي حاجه اسمها اوبن تيمبر. البلاستيد ده بيكون عليه بلاطه خرسانه من فوق، لكن الاوبن تيمبر بيكون مفتوح عباره عن كمرات متقاطعه مع بعض. طب ايه الكمرات دي؟ اللي هو السترينجر والمين جيردر والكروس جيردر، تمام. وقال لنا ان هو قسم الاسبان بتاع التراس ده، قسمه لتمانية ايكوال بانل، وكل بانل من دول الطول بتاعه بيساوي 5.5 متر. عرفنا من ده ايه؟ انا شرحت لكم برده وقلت لكم السكشن اللي فات ان الاسبان بتاع السترينجر بيساوي السبيسنج بتوين الكروس جيردر، اللي هو بيساوي البانل لينث بتاع التراس. يبقى احنا عرفنا من الكلام ده ان الاسبان بتاع السترينجر هيساوي 5.5 متر. برضو حاجه احب افكركم بيها، ان احنا لما كان عندنا الاسبان بتاع السترينجر لو هو اصغر من 3.2 فاحنا كنا بنحط لود واحد بس في النص، ولو كان الاسبان بين 3.2 و 4.2 كنا بنحط 2 لود على الكاميرا بتاعت السترينجر، ولو كان الاسبان اكبر من 4.2 متر كنا بنحط 3 لود على الكاميرا بتاعت السترينجر. قبل ما ابدا في الديزاين عاوز اعرفك ازاي نجيب قيمه الاف اس ار الاوبل. هي ايه اصلا قيمه الاف اس ار؟ اف اس ار الاوبل ده الاجهاد المسموح به في الفتيج، ده اجهاد الفتيج المسموح به اللي ما ينفعش ان انا وانا بعمل ديزاين اعدي القيمه دي. طب ازاي بنجيبه؟ عندنا الجدول ده اللي انتم شايفينه قدامكم بيقول لنا نمبر اوف لودنج سايكل في الريلوي بريدج. ده جدول بنحل بيه للريلوي، في جدول زيه تاني كده مختلف عنه كنا بنحل بيه في ستيل 3 ما كنا بنعمل ديزاين للرود بريدج، تمام، رودواي بريدج. المره دي احنا هنعرف من الجدول ده ايه، هنعرف منه الان، ومن الان هندخل بجدول تاني نجيب منها الاجهاد الالوبل بتاع الفتيج، تمام. اول حاجه عندك في حاجه اسمها كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. هنيجي نبص هنا على كلاس 1، قايل لنا ايه؟ لونجيتودينال فليكشنال ممبر، فليكشنال ممبر اند ذير كونكشن اور تراس كورد ممبر انكلودنج اند بوستس اند ذير كونكشن. سيبك من الكلام ده كله، انت تبقى عارف ان احنا البارت ده بندخل بيه اما نكون بنحل اللونجيتودينال ممبر. طب هي ايه اللونجيتودينال ممبر اللي عندي في البريدج؟ اللي هي السترينجر والمين جيردر. يعني انا لو انا بحل بعمل ديزاين للسترينجر او مين جيردر هدخل على البارت ده، تمام. نيجي بعد كده للكلاس رقم 3، بيقول لك الترانزفيرس فلور بيم، يعني بنحل بيه اما نكون شغالين في كاميرات عرضيه. لو احنا دلوقتي احنا عارفين ان الكاميرا بتاعت الكروس جيردر بتكون كاميرا جايه بعرض الكوبري، فانا لما اكون شغاله ترانسفيرس فلور بيم فانا بدخل على البارت ده اللي هو كلاس 3. احنا دلوقتي شغالين سترينج، فنرجع تاني للبارت اللي فوق ده اللي هو كلاس 1، هنبص فيه بيقول لي السبان لينث. اول حاجه مديني ال اكبر من 30، تاني حاجه قال لي ال بين 30 و10، تالت حاجه ال اصغر من 10. انا لسه قايله لك من شويه ان الاسبان بتاع السترينجر هو بيكون السبيسنج بتوين الكروس جيردر، واحنا عارفين السبيسنج بتوين الكروس جيردر ده رقم بيقع ما بين 4 ل 8 متر، فبالتالي احنا عمرنا ما هنكون اكبر من 10 وعمرنا ما هنكون اكبر من 30، فاحنا دايما هنقع فين؟ في الجزء ده. ومعنى ان انا ال اصغر من 10 هتلاقي هنا الان اللي هي النمبر اوف سايكل هتكون اوفر 2 في 10 اس. يبقى احنا هنا من الجدول عرفنا ان احنا هنكون اوفر 2 في 10 اس 6 على طول. بعد كده بقى
هنيجي احنا عرفنا الان بتاعتنا كام. في حاجة هنا اسمها ديتيل كاتيجوري، نعرف الكاتيجوري بتاع القطاع بتاعنا. احنا شغالين دلوقتي على رول ديسكشن، فمعنى ان احنا رول ديسكشن فتبقى عارف ان الكاتيجوري بتاعه ايه. تمام، اول ما الكاتيجوري بتاعي ايه هاجي هنا، وهنا دي النمبر اوف سايكل. احنا النمبر اوف سايكل بتاعتنا عرفنا ان هي اوفر 2 × 10^6، فبالتالي انا مش هخرج بره الكولوم ده. وقلت لك احنا شغالين كاتيجوري ايه، فبالتالي انا هبقى الاف اس ار الاول بتاعتي تبقى 1.68. تمام كده احنا عرفنا قيمه الاف اس ار الاول. طب كاتيجوري بي وبي داش وسي، هقولك ان احنا مش هنحتاج كل ده في الحل، احنا بس بنحتاج يا اما ايه يا اما بي. طب امتى بنحتاج كاتيجوري بي؟ كاتيجوري بي ده بحتاجه لو انا كنت شغاله بيلت اب سيكشن فاعرف ان انا هحتاجه، او لو احنا عندنا الكونكشن ما بين السترينجر وكروس جيردر كونتينوس كونكشن، فبالتالي احنا هناخد الجزء اللي بيكون عنده نيجاتيف مومنت هو هيكون كاتيجوري بي، عشان بيكون فيه كونكشن كتير فبتحول القطاع بتاعي من كاتيجوري ايه لكاتيجوري بي. فبالتالي هتلاقي ان الاف اس ار الاول بتاعتك بدل ما كانت 1.68 هتبقى 1.12. تمام كده خلاص احنا عرفنا ازاي بنجيب الاف اس ار الاول. طبعا احنا عارفين زمان لما كنا بنيجي نعمل زين، اول حاجه بنفرض ان القطاع بتاعنا ده كومباكت سكشن، فما افرض ان القطاع كومباكت سكشن فبقى عارفه ان الاف الاوبل بتاعتي بيساوي 64% الاف يلد. النقطه اللي بعدها هو لو نان كومباكت سكشن مش هنحتاجها دلوقتي واحنا بنحل، بس احنا بقى فاكرين ان الاف الاوبل في حاله النان كومباكت سكشن بتساوي 58% الاف يلد. احنا دلوقتي هنجيب حاجه اسمها اف ماكس. اف ماكس دي بتساوي الاف اس ار الاوبل اللي احنا لسه عارفين ازاي نجيبها على 1 - الام ديزاين على الام ديزاين زائد الامباكت. معلش لو الرموز مش واضحه كويس بالنسبه لكم، انتوا عارفين ان دي ام ديزاين ودي الام ديزاين، دي الام ديد لود ودي الام ديزاين بلس الامباكت، اصغر من او يساوي 64% الاف اي. معلش انا مش مهندسين، هنا دي المفروض ان دي الام ديد وهنا دي الام ديد بلس الام لايف لود بلس الامباكت. تمام هنا في غلطه يعني، المفروض ان الرقم ده في الاخر يبقى اصغر من 64% الاف يلد. هناخد احنا دلوقتي عندنا 2 اف، عندنا الاف اللي هي الاف الاوبل اللي بتساوي 64% الاف يلد، وعندنا الاف ماكس اللي احنا حسبناها من هنا. المفروض وانا بحل اخد اي قيمه فيهم اخد القيمه الصغيره. ليه؟ لان انا بعد كده هوديها على الجزء اللي بعديه اللي هي الاس اكس. اجيب الام اس اكس ازاي؟ بجيبها الاس اكس بتساوي الام ديزاين على الاف، الاف اللي هي الصغيره من الاثنين دول. فانا عشان اجيب اس اكس كبيره يبقى مور سيف ليا، فانا اخد القيمه الصغيره اللي تطلع من دول. القيمه الصغيره اللي طلعت لو كانت الاف ماكس يبقى هنا هقسم على الاف ماكس، والقيمه الصغيره لو كانت الاف الاوبل يبقى هنا هقسم على الاف الاوبل. هنا في النقطه دي بقول لك ان الاف اس ار الاوبل بنجيبها من التيبل بتاعنا، بتكون لو هو كاتيجوري A ورول سيكشن فهتكون الاف اس ار الاوبل 1.68، ولو كانت كاتيجوري B وبيلت اب سيكشن فهتكون الاف اس ار الاوبل 1.12 طن على سنتيمتر سكوير. طبعا احنا عارفين ان بتكون اوفر 2 × 10^6 في حاله السترينج. احنا بنكمل على الاكزامبل بتاع السكشن اللي فات زي ما انتوا عارفين. فاحنا اول حاجه هنعملها هنعمل اسيوم ان السكشن بتاعنا ده كومباكت سكشن، فمعنى ان هو كومباكت سكشن فانا قلت ان الاف الاوبل بتساوي 64% الاف يلد، واحنا مستخدمين ستيل 44 واحنا عارفين الاف يلد بتاعته بتساوي 2.8 طن على سنتيمتر سكوير، فبالتالي الاف الاوبل هتساوي 64% في 2.8 الاف اللي هي الاف يلد، هيطلع الرقم ده ب 1.79 طن على سنتيمتر سكوير. بعد كده هنجيب الاف اس ار الاوبل، احنا عارفين ان ده كاتيجوري ايه لان ده احنا هنحل رود سيكشن، وعارفين ان هو اوفر 2 × 10^6، وعارفين ان ده بما انه سترينجر فالال اصغر من 10، فبالتالي هتلاقي ان الاف اس ار الاوبل طلعت ب 1.68.
نيجي بعد كده هنجيب الاف ماكس. الاف ماكس بتساوي الاف اس ار الاوبل على واحد ناقص دي الام ديد، ودي الام ديزاين او الام ديد زائد الام لايف زائد الامباكت اللي احنا حاسبينه كله يعني. تمام، هلاقي هنا الاف اس ار الاوبل احنا قلنا ان هي بتساوي 1.68 على واحد ناقص دي الام ديد اللي هي 1.78، ودي الام ديزاين بعد ما ضربنا في الامباكت. تمام، بعد ما حسبنا الامباكت معانا طلعت ب 48.26. الناس ترجع للسكشن اللي فات عشان لو عندها لبس في الجزء ده، معلش لان انا كاتباها هنا في القانون، كاتبه القانون كرموز بس غلط. الرقم ده في الاخر طلع بيساوي 1.74 طن على سنتيمتر سكوير. احنا عارفين الاف الابل 1.79 والاف ماكس 1.74، انا قلت لك ان احنا هناخد الصغير فيهم، فبالتالي هناخد الاف ماكس هي الصغيره. نيجي الخطوه بعد كده عشان نختار السكشن بتاعنا اللي هندخل بيه الجدول، فهنجيب الاس اكس. الاس اكس دي هي اللي هندخل بيها الجدول عشان نعرف المفروض السكشن بتاعنا المفروض يكون اي سكشن من القطاعات الكتير اللي بتبقى موجوده في الجدول. فالاس اكس بتساوي ايه؟ بتساوي الام ديزاين على الاف ماكس. طب ليه الاف ماكس؟ عشان دي القمه الصغيره. لو كانت الاف الاوبل اللي هي بتساوي 64 ميل فيلد هي طلعت صغيره، فكانت ديت اللي هنقسم عليها. تمام، هنجيب الام ديزاين دي احنا جبناها قبل كده 48.26 في 100. ليه في 100؟ عشان الرقم ده انا جايباه بالطن في المتر، فعشان احول لسنتي فضربت في 100 واقسم على 1.74 اللي هي الاف ماكس. الرقم ده طلع زي ما انتم شايفين كده. هدخل الجدول واختار قيمه يعني سكشن يكون الاس اكس بتاعته قريبه للقيمه دي. تمام، فانا اخترت، دخلت الجدول اخترت الاي بي اي 600 والاس اكس بتاعته ب 3070 سنتيمتر تكعيب. دلوقتي بعد كده هنعمل تشيكات على السكشن بتاعنا ده. اول حاجه هنعمل تشيك كلاس اوف سكشن، نعرف السكشن بتاعنا كومباكت ولا لا. اول حاجه هنشوف الفلانج. فلانج هنقول البي فلانج ناقص التي ويب ناقص 2 الار على 2. البي فلانج عندنا لما نيجي ندخل الجدول هنعرف ان البي فلانج بتساوي 22 ناقص التي ويب، هتعرف انها ب 1.2 من 10 سنتي ناقص الار ب 2.4 من 10، يبقى ناقص 2 في الار عشان انا عندي ار يمين وشمال وعندي تي ويب واحده، فعشان كده بطرح تي ويب واحده واقسم على 2. تمام، عشان اجيب قيمه السي. الرقم ده طلع ب 8. هاجي اقسم السي على التي فلانج اللي هي 8 على سمك الفلانج بيساوي 1.9 من 10 سنتي، طلع ب 4.2 من 10. اقارنه بايه بقى؟ اقارنه ب 16.9 على جذر الاف فيلد، واحنا السي 44 الاف فيلد بتاعتنا ب 2.8. فاما قارنت الرقم ده طلع ب 10.9 من 100. كده عرفنا ان السي على التي فلانج اصغر من 10.9، يبقى الفلانج بتاعتنا كومباكت. واحنا عارفين بما ان احنا القطاع ده جايبينه من الجدول هو لازما هيكون كومباكت سيكشن، دي حاجه مش جديده علينا. بعد كده هنيجي بقى للدي ويب على التي ويب. الدي ويب لما اجي اخدها هاخد الارتفاع الاي سيكشن بتاعنا اللي هو 60 واروح طرحه منها 2 سمك الفلانج اللي هو 2 في 1.9 من 10، واطرح منها 2 في الار اللي هي 2.4 من 10. تمام، واقسم على التي ويب اللي هو ب 1.2 من 10، الرقم ده طلع 42. اقارنه ب 127 على جذر الاف فيلد، طلع اصغر منه، يبقى الويب بتاعتنا كومباكت. يبقى السكشن بتاعنا كله كومباكت والاف الاوبل هي 64 من 100 الاف فيلد زي ما احنا حسبناها. تاني تشيك بنعمله هو تشيك البندنج ستريس. هاجي اجيب الاف بندنج هتساوي الام ديزاين على الاس اكس. طب اي اس اكس فيهم؟ الاس اكس اللي احنا جبناها من الجدول، مش هجيب اول اس اكس انا اخترتها، لا مش الاس اكس اللي احنا دخلنا بيها الجدول عشان نختار الجدول، لا الاس اكس اللي احنا جبناها من الجداول الجاهزه. الام ديزاين زي ما احنا عارفين ب 48.26، ضربنا في 100 عشان نحول من طن في المتر لطن في السنتي، قسمنا على الاس اكس، الرقم ده طلع ب 1.57 طن على سنتيمتر سكوير. اقارنه بالالاوبل اللي هو 1.79، ده اللي هو 64 من 100 الاف فيلد. نيجي بعد كده هنعمل تشيك على الشير ستريسز. الكيو اكت هيساوي الكيو ديزاين على الاتش ويب في التي ويب. الكيو ديزاين احنا طلعناه ب 43.1 من 10 على الاتش ويب ب 60 والتي ويب 1.2 من 10، الرقم ده طلع 0.599 طن على سنتيمتر سكوير.
هقارنه بالكيو الاوبل اللي هو بيساوي 35% الاف ييلد، هضرب 35% في 2.8، الرقم ده يطلع 0.98 طن على سنتيمتر سكوير، الرقم ده اكبر من ال 0.59، فبالتالي يبقى احنا كده سيف في الشير. بعد كده هعمل تشيك فاتيج، هنقول ال FSR Act هتساوي ال M Life Load بلس الامباكت على ال SX. طبعا احنا عارفين ان احنا واحنا بنحل في ستيل 3 كنا بناخد 60% الاف لايف لود، لكن واحنا بنحل هنا في الريلواي بريدج بناخد الام لايف لود كامله، وبقسم على الاس اكس زي الطريقه اللي احنا جبنا بيها الاف بيندنج، بس الفرق ان احنا هنا بناخد الام لايف لود بلس الامباكت بس، مش بناخد الديد لود معانا في الحسابات. تمام، نيجي بعد كده الام لايف لود جبناه برضو السكشن اللي فات ب 46.48%، ضربنا في 100 عشان نحول المتر للسنتي، وقسمنا على الاس اكس اللي جايبينها من الجدول، الرقم ده طلع ب1.5، قارنه بالالاوبل اللي هو احنا جبناه في الاول خالص اللي هو 1.68، طبعا الواحد ونص اصغر من 1.68 يبقى هو سيف. التشيك بقى اللي بعد كده هو تشيك لاترال تورشنال باكلينج، هو التشيك ده مش واضح قوي في الكتاب، بس انا عاوز اعرفك حاجة دلوقتي، هيظهر الفرق بين البلاستيد بريدج والاوبن تيمبر بريدج. البلاستيد بريدج قلتلك بيكون عليه بلاطة خرسانة، فلو احنا كان الكوبري بتاعنا بلاستيد بريدج فالال يو اكت بتاعتنا هتكون بتساوي زيرو، لكن احنا لو الحالة زي اللي احنا بنحلها دلوقتي البريدج بتاعنا اوبن تيمبر فلور، ففي الحالة دي الال يو مش بتساوي زيرو. طب هي بتساوي ايه يا باشمهندسة؟ هي بتساوي السبيسنج بتوين السترينجر بريسنج. احنا دلوقتي جينا رسمنا اللي اوت بتاع البريدج ده، فانا رسمت اللي اوت، خدت اللي اوت بالمنظر ده السترينجر بريسنج عملتها بالمنظر ده، فانا لما اجي احسبها هي المسافه من هنا لهنا دي اس، فلقيت ان 1 2 3 قسمت السبان بتاع السترينجر 3 مسافات، فبالتالي ان ال يو بتاعتنا هتساوي الاس كلها على 3، ال يو اكت بتاعتي هتساوي اس على 3. طب لو انا كنت قسمتها لمسافتين فال يو بتاعتي هتساوي الاس على 2. تمام، طب انا ما كنتش حاطه سترينجر بريسنج خالص فال يو هتساوي الاس كامله. طب انا قسمت الاس السترينج الاس بتاعتي لاربع مسافات فال يو هتساوي الاس على 4، وهكذا. هو على حسب الشكل اللي انت عامله في اللي اوت للسترينجر بريسنج انت هتاخد ال يو اكت. يبقى احنا عارفين ان ال يو اكت بتساوي السبيسنج بتوين السترينجر بريسنج. هاجي اقسم الاس على 3 والاس بتاعتنا بتساوي 5.5 على 3، الرقم ده طلع ب1.83 متر اللي هو هيساوي 183.3 سنتي. هقارنه بايه بقى؟ فاكرين ال يو 1 وال يو 2؟ هو دي اللي هنقارن بيه. هنقارنه باول حاجه ال يو 1 بتساوي 20 البي فلانج على الجذر الاف فيلد، وال يو 2 بتساوي 1380 في الاريا فلانج على الدي في الاف فيلد في السي بي. نيجي هنا اول حاجه نجيب ال يو 1 هتساوي 20 في البي فلانج اللي هي 22 على جذر الاف فيلد جذر 2.8، الرقم ده طلع ب 262. هنيجي للي بعدها هيساوي 1380 في الاريا فلانج، الاريا فلانج اللي هي هتساوي البي فلانج في التي فلانج، البي فلانج ب 22 والتي فلانج ب 1.9 على الدي اللي هو الدبس بتاع الاي سكشن اللي احنا اخترناه اللي هو كان 60 عشان احنا مختارين اي بي اي 600 في الاف فيلد اللي هي ب 2.8. في بقى السي بي، السي بي دي كنا زمان بنطلعها من جدول ايام ستيل واحد، دلوقتي انت هتبقى عارف ان احنا على طول السي بي بتاعتنا هنا هتكون بتساوي 1.35، الرقم ده في الاخر طلع ب 462. ايا كان طلع الرقم، المهم ان ال يو بتاعتي اصغر من ال يو 1 وال يو 2، فبالتالي ان السكشن بتاعنا برضو كومباكت سكشن، فاحنا ما عندناش اي مشكله في التشيك ده، هو سيف. نيجي بقى لاخر تشيك احنا بنعمله، بنعمل تشيك للديفليكشن. بس اخد بالي من حاجه مهمه جدا جدا وانت بتعمل تشيك ديفليكشن، خليك عارف ان احنا بنعمل تشيك ديفليكشن على اللايف لود بس، من غير امباكت من غير ديد لود، احنا بنعمل تشيك على اللايف لود بس. شايفين التوزيعه دي 12.5 12.5 12.5، ليه وزعناها بالشكل ده؟ عشان احنا عندنا السبان بتاع السترنجر ب 5.5 واحنا عارفين هو اكبر من 4.8، فبالتالي بحط له 3 لود، والثلاث لود اللي هتجيب لي ماكسيمم اللي هتكون كريتيكال بالنسبه لي هي ال 12.5، فبالتالي احنا عملنا توزيع لود بالشكل ده. تمام، دي اول حاجه احنا عملناها. احنا دلوقتي عاوزين نعرف الديفليكشن هيكون بكام، فهنجيب حاجه اسمها الالاستيك رياكشن. عشان اجيب الالاستيك رياكشن المنظر ده الاول هرسم له المومنت بتاعه من اللود ده، فانا هرسم اول حاجه هجيب الرياكشن اللي هنا اللي هو هيساوي مجموع الثلاث
الثلاثة لود دول اللي هو 3 في 12 ونص على الاثنين هيطلع رقم ده 18.75. هجيب المومنت، هرسم المومنت هيطلع بالشكل ده اللي انتوا شايفينه هنا ده. اول حاجة هضرب 18.75 في 75% هيطلع ب14.6 طن في المتر. وبعد كده هاجي عشان اجيب المومنت عند الجزء ده اللي هو في النص، هقول 18.75 في 2.75 ناقص ال 12.5 اللي هنا في المسافة بتاعتها اللي هي الاثنين. فبالتالي هتلاقي ان المومنت هنا طلع ب26.56. تمام. توزيعة المومنت دي بقى هجيب لها حاجة اسمها الالاستيك رياكشن. طب بنجيبه ازاي؟ بنقسمها الاريات. اول حاجة الشكل ده قسمته المثلث كده زي ما انتم شايفين، المنظر ده كان شبه منحرف فروحت مقسماه لمثلثين اتنين عشان اقدر اجيب الاريا بتاعتهم بسهولة. هاجي هنا على اريا واحد، اريا واحد هتساوي ايه؟ نص، هو مثلث فيساوي نص القاعدة في الارتفاع، فانا نص في الارتفاع اللي هو المومنت اللي هو 14.6. طب القاعدة اللي هو الطول اللي هو 75%، هنيجي هنا اريا واحد بتساوي نص في 14.6 في 75%، الرقم ده طلع ب5.27. نيجي بعد كده الاريا اتنين نفس الكلام، هو عبارة عن مثلث فبيساوي نص القاعدة في الارتفاع. القاعدة بتاعتنا اللي هو الاتنين متر. طب الارتفاع اللي هو المومنت اللي هو 14.6 برضو، هاجي هنا اريا اتنين هتساوي نص في 14.6 في اتنين، الرقم ده طلع بيساوي 14.6. بعد كده المثلث الاخير اللي هو الاريا تلاتة هنجيبه ازاي؟ برضو نفس الكلام، هو مثلث هيساوي نص القاعدة في الارتفاع. القاعدة بتاعتنا اللي هو الاتنين متر، الارتفاع بتاعنا اللي هو المومنت اللي طلع ب26.56، فبالتالي الاريا تلاتة تساوي نص في 26.56 في اتنين، الرقم ده يطلع ب26.56. عشان اجيب الالاستيك رياكشن هيساوي مجموع التلات اريا دول، عشان انا جايبه لنص بس القمره بتاعتي، جايبه للنص بس. تمام. فهو الرياكشن اللي هنا ده هو هيساوي القيمه بتاعه الاريات اللي احنا حسبناها هنا، هيساوي 5.27 بلس 14.06 بلس 26.56، الرقم ده في الاخر هتلاقيه طلع ب45.89 طن. بس انا عشان اجيب الديفليكشن مش محتاجه، انا كده ما قدرتش اجيب الديفليكشن، فانا بعد ما عرفت الالاستيك رياكشن هقدر اجيب منه الديفليكشن. هجيب مومنت عالي زي ما بجيب اي مومنت على قمر، هاخد الرياكشن ده واروح ضرباه في المسافه اللي هي كام؟ 2.75 ناقص الاريا اللي هنا في المسافه بتاعتها ناقص الاريا اللي هنا في المسافه بتاعتها ناقص الاريا اللي هنا في المسافه بتاعتها، وهكذا. يعني احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه الالاستيك رياكشن ده في المسافه اللي هي 2.75. نيجي بعد كده المومنت الاريا تلاتة دي اللي هي ب 26.56، هي على مسافة بتساوي كام؟ هو ده مثلث فبيأثر على مسافة التلتين من القاعدة. تمام. فبالتالي احنا ضربنا في 2/3 بيأثر على مسافة تلت القاعدة، هو دي 2 وبتأثر على مسافة التلت من القاعدة، فبالتالي ضربنا في 2/3. تمام. نيجي بعد كده الاريا اللي بعدها الاريا 2 هتساوي 14.6، هي مكان تأثيرها هنا، فبالتالي المسافة دي من ناحية لغاية السنتر بتساوي 2 في 2/3 اللي هي هتساوي 4/3 ناقص الاريا اللي هنا دي الاريا واحد بتساوي 5.27 في 2 زائد هي بتأثر هنا على مسافة التلت، تلت في 75%، يبقى 2 زائد 75% على 3، الرقم ده في الاخر طلع ب77.89 طن في المتر تكعيب. كده انا جبت الالاستيك مومنت. عشان اجيب الديفليكشن هقول هيساوي الديفليكشن الحقيقي اللي على الكاميرا هيساوي الام الاستيك في 10^6 على الاي في الاي. طب هي ايه ال10^6 دي؟ عشان احول الكلام ده لسنتي. تمام. هقول 77.89 في 10^6 على الاي، احنا عارفين الاي بتساوي 2100 في الاي. الاي دي بنجيبها منين بقى؟ بنجيبها من الجدول، الجدول اللي احنا دخلنا وجبنا منه الاي بي اي 600 وجبنا منه البي فلانج والتي فلانج والاس اكس، احنا هيبقى فيه بارت للاي بتساوي الرقم اللي قدامكم ده.
بعد ما حسبنا لقينا ان الديفليكشن الحقيقي اللي موجود على السترينجر بيساوي 0.4. اقارنه بالديفليكشن الالاوبل، الديفليكشن الالاوبل بيساوي ال على 800 هيساوي ال بتاعتي اللي هي السبان بتاع السترينجر هيساوي 5.5 على 800، فبالتالي الرقم ده طلع 0.6875، هو اصغر من 0.4، فكده احنا سيف. كده احنا خلصنا الشرح السكشن ده. لو في حد عنده اي مشكلة في اي حاجة، عنده اي تعليق على اي حاجة، يقدر يتواصل معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.